وإلى هذا تتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ COP27. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية ضعنا في تفاصيل آخر استعدادات مؤتمر COP27 لديك في مدينة السلام. نعم، ما زلنا في مدينة السلام، مدينة السلام التي تستقبل مؤتمر COP27 أو مؤتمر الأطراف المعني بالتغيرات المناخية. هذا المؤتمر ربما هو الأهم في هذه الأيام الذي سيعقد هنا في مدينة شرم الشيخ. في حقيقة الأمر الاستعدادات يعني بدأت منذ 3 أشهر تقريبا وما زالت مستمرة. يفصلنا يومان قبل انطلاق هذا المؤتمر الذي يجمع العديد من دول العالم وأيضا الخبراء الخاصين بالتغيرات المناخية والتعامل مع تحديات تغير المناخ، وأيضا الشركات الناشئة وريادة الأعمال والكثير والكثير من الأفكار، وبالطبع الأشياء التي سيتم عرضها داخل هذا المؤتمر في على أمل الوصول لحلول التعامل مع التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية. ربما مصر تستضيف هذه النسخة 27 من هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، والتي تتحول لمدينة خضراء استعدادا لمؤتمر المناخ. تحولت هذه المدينة لمدينة خضراء بداية بالزراعات المختلفة الخاصة بالنخيل وغيرها من الزراعات الخضراء على مدار شوارع مدينة شرم الشيخ، وأيضا إنشاء الممشى السياحي الجديد لاستقبال الوفود القادمة لمؤتمر المناخ خلال يومين من الآن. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا هي تحول وسائل المواصلات للتحول الأخضر. ربما يعني إذا رصدنا السيارات من خلفي، معظم السيارات الآن داخل مدينة شرم الشيخ تتعامل إما بالغاز الطبيعي أو حتى السيارات الخاصة بالصديقة للبيئة وهي سيارات الكهرباء، وأيضا وسائل النقل الخاصة بالوفود. هذه الوسائل ربما رصدناها منذ وصولنا لمطار شرم الشيخ الدولي، رصدنا وجود المتطوعين الذين يستقبلون الوفود ليتم توجيههم لأماكن عقد المؤتمر أو حتى لأماكن التسكين. تبدأ في البداية بمسح بطاقات التعريف أو البطاقات الشخصية للتأكد من عدد الحضور القادم لمدينة شرم الشيخ، وعلى بوابة المطار تستقبلهم هذه السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة التي تنقلهم إلى أماكن عقد المؤتمر، إما للاستعدادات الخاصة بالمنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء أو حتى لأماكن التسكين والفنادق المختلفة. هذه نقطة. ثم بعد ذلك يتبعها الجزء الخاص باستلام التصريح الخاص بالأمم المتحدة وبالمنطقة الزرقاء. هذه المنطقة الزرقاء التي سيكون بها الورش الرئيسية والفعاليات الرئيسة الخاصة بCOP27. هناك أيضا المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء سيكون بها رواد الأعمال، سيكون بها الشركات المختلفة التي ستطرح الأفكار المتنوعة الصديقة للبيئة وأيضا آليات الحلول. وهناك أيضا جزء داخل المنطقة الخضراء وجزء الابتكار وهو جزء خاص بالشباب. على هامش مؤتمر المناخ هناك أيضا COP17، وCOP17 هو المؤتمر المناخ الخاص بالشباب، ويتميز COP27 هذه المرة بالربط بين أفكار الشباب وأيضا الإبداعات الخاصة بالشباب وأيضا التواصل مع صناع القرار للوصول لحلول جذرية للتعامل مع التغيرات المناخية الخاصة بالانبعاثات الكربونية والتقليل من الانبعاثات الكربونية. إذا عدنا مرة أخرى للمنطقة الزرقاء وهي الجزء الخاص ب قاعة المؤتمرات يتم تجهيزها بالفعل اليوم. ربما رصدنا استعدادات كاملة للقاعات التي سيتم عقد الورش التفصيلية بها، وعلى مدار أيام المؤتمر كل يوم في هذا المؤتمر له سمة وطابع خاص به لاستقبال بالطبع الوفود، إما الجزء الخاص بتمويل الابتكارات الخاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية، وجزء خاص مثلا على سبيل المثال بالتعامل مع يعني توابع التغيرات المناخية
التي أثرت بشكل كبير على المناخ. لذلك كل يوم في هذا المؤتمر له طبيعة خاصة للتعامل معه، والخبراء أيضا متخصصين في التعامل مع هذه الآليات. هذه نقطة. هناك أيضا الوفود القادمة، ربما أكد الرئيس الأمريكي جون بايدن حضوره لهذا المؤتمر في 11 من هذا الشهر، وهو جزء هام جدا لأن الولايات المتحدة ربما من أكثر الدول الصناعية التي تؤثر بشكل عام على المناخ بشكل عام، ولها تأثير سلبي على الاحتباس الحراري أو الجرين هاوس إفكت كما يطلق على هذه النقطة. لذلك وجوده هام جدا. وأيضا تم تأكيد مشاركة رئيس وزراء بريطانيا الجديد، والذي سيؤكد حضوره لهذا المؤتمر، دليل على أهمية التكاتف الدولي للتعامل مع التغيرات المناخية. مصر أيضا لها يعني طابع خاص في التعامل مع التغيرات المناخية، ليس فقط تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، ولكن أيضا المبادرات المختلفة التي أطلقتها جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية، مثل اتحضر للأخضر وغيرها من المبادرات، والتحول للغاز الطبيعي، وأيضا المشاريع الخاصة بالطاقة الكهربائية للتحول للتعامل مع الطاقة الكهربائية والتقليل من التعامل مع المواد الكربونية المختلفة، وخصوصا أيضا مجهودات وزارة البيئة في تشجيع المواطنين على التحول للأخضر بشكل عام. هذه نظرة عامة عما يحدث هنا في مدينة شرم الشيخ، في انتظار بالطبع الوفود خلال يومين لتبدأ هذه الرحلة داخل كوب 27 لترسل مصر رسالة سلام، رسالة سلام خضراء للعالم أجمع هنا من مدينة السلام. شكرا لك جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية.